احتجاجات عارمة للمفسوخة عقودهم من متطوعي عقود وزارة الدفاع على خلفية تهميشهم بعد عدم الالتزام بالوعود التي أطلقتها الحكومة بإعادتهم إلى الخدمة. الحمى النزفية تدق ناقوس الخطر بين المواطنين في محافظات مختلفة من العراق بعد ارتفاع مؤشر نسب الإصابة بهذا الفيروس في الآونة الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة. بعد أن أتعبهم طول الانتظار وهم يأملون أن يوفي أصحاب القرار لوعودهم التي قطعوها على أنفسهم، فإن المحتجين الذين كانوا قد خرجوا للشارع مطالبين بحقوقهم فإنهم اليوم يحتجون مجددا على عدم تنفيذ حكومة تصريف الأعمال بالتزاماتها معهم بعد أن وعدت المجاميع التي خرجت اليوم أمام وزارة الدفاع بالتعيين في صفوف الوزارة، إلا أنهم ما زالوا مهمشين في خانة النسيان بعد أن كانوا يتهيئون للانضمام إلى القطاعات العسكرية، وما كان أمامهم إلا أن يجعلوا من بوابات المنطقة الخضراء محطة انتظار يقفون عندها رافعين شعار المطالبة بتلبية ما كانت قد وعدتهم به أكثر من شخصية متنفذة من الشخصيات التي تتمتع بصلاحيات القرار الحكومي والبرلماني، وبالتالي فإنهم لم يكسبوا شيئا من تلك الوعود، ما استوجب خروجهم مجددا بأعداد هائلة وهم يصرون على تحقيق مطالبهم أو مطالبهم بزجهم مع أفراد الجيش العراقي. ومن الوقوف مطولا للمطالبة بالوفاء بالوعود إلى الهروب من كارثة ذلك الوباء الذي جاء ليكمل ما دمرته كورونا من صحة المجتمع، فالحمى النزفية التي بدأت المخاوف من خطر انتشارها ترتفع وسط محاذير صحية من العدوى الانتقالية بشكل سريع في ظل عدم الدراية الكافية التي تؤهل المجتمع من اكتشاف هذا الوباء لغرض معالجته أو التقليل من خطر إصابته، وذلك للحد مما يسببه من انتقال من شخص إلى آخر من خلال العدوى التي تختلف وسائلها ما بين اللمس والمصافحة إلى آخر ذلك. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش هذين الملفين وتداعياتهم مع ضيوفنا الأكارم، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. بعد أن طال وقوفهم كثيرا أمام وزارة الدفاع للمطالبة بزجهم إلى الخدمة العسكرية، فإن المحتجين ممن كانوا ينتظرون مباشرة التحاقهم بالوزارة يطلقون احتجاجات غاضبة تندد بالوعود التي لم تلتزم بها الحكومة بما يتعلق بإنصافهم، وهم يشعرون بخيبة أمل بعد عدم تلبية مطالبهم في التعيين على ملاك وزارة الدفاع. إذن مشاهدينا أحب أن نفتح أولى ملفات الحصاد ضمن هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. متطوعو وزارة الدفاع يسعفون الدولة ولا تسعفهم، ربما يكون هذا العنوان الأدق لوصف معاناة المتطوعين من وزارة الدفاع بعد 3 سنوات من الانتظار، فهم لغاية اليوم لم يعرفوا مصيرهم بعد، رغم أنهم قدموا أوراق تعيينهم للوزارة منذ تشرين الأول لعام 2019. مطالبهم الحقة كانت مسرحا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي قدم نفسه كممثل رئيس في تجمع صغير بساحة النسور وانبرى بخلع سترته واعدا إياهم بتحقيق مطالبهم، لكن جمهور مسرح الانتفاضة كان أوعى من استعراض الحلبوسي وأعاده خائبا في محاولته ركوب موجة الاحتجاج. وتأكيدا لما تقدم أن تلك الوعود كانت أكبر من إمكانات الحلبوسي، خرج متطوع الدفاع في مظاهرة حاشدة يطالبون فيها بقبول طلباتهم بالتعيين بصفوف الوزارة وبصفة جندي وإعلان الأسماء والفحص الطبي، خاصة وأن المتقدمين هم من الفئات الشبابية والأعمار التي تنطبق عليهم جميع الضوابط
التي حددتها الوزارة أثناء فتح باب التطوع. ومع وجود درجات حف واستحداث لدى الوزارة، فإن ما يملكه هؤلاء المتطوعين من شجاعة وأقدام وإيثار وحملهم أرواحهم على أكفهم تستلزم الحاجة استكمال مراحل تثبيتهم بموازنة 2022، فالتعاطي الرسمي مع هؤلاء المتطوعين لم يرقى إلى المستوى المنطقي. إذا ما شفت الدولة ماشية باتجاه تلبية طموح الشعب وتلبية طموح الناس وبعث الأمل في نفوسهم، أنزع سترتي تلقوني أول واحد من المتظاهرين. فسترة الحلبوسي لم تخلع في حزيران ولا حتى تموز ولا هابئاب، وجيوبها كما يبدو أنها احتوت على أشياء مهمة تمنعه من الالتفات لهذه الشريحة التي لا تزال رهن الإهمال وخارج دائرة الاهتمام. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا المشاهدين الأحبة، أرحب بضيفي الكريم الأستاذ عقيل الطائي الخبير الأمني والعميد المتقاعد. حياك الله وسلامك ضيفا كريما، وأرحب بضيفي الكريم السيد علي الشريف الباحث في الشأن العسكري انضم معي عبر سكايب. حياك الله أستاذ علي. أبدأ مع حضرتك أستاذ عقيل، ما سبب وراء تأخر شمول المحتجين بإعادتهم أو تعيينهم على ملاك وزارة الدفاع، خصوصا أنه قطعت الحكومة السابقة لهم الوعود أو الحكومة الحالية بصراحة، وأيضا رئيس البرلمان إبان أن كان رئيسا للبرلمان السابق وحاليا أيضا 3 سنوات ولم يتم تعيينهم ولم يتم الإيفاء بالوعود، بالتالي خرجوا مجددا مطالبين بالإيفاء بالوعود، كيف تصف الحالة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولا مشاهدين قناة الأيام ولا ضيف الكريم. طبعا مناسبة بالنسبة للتظاهرات والوعود التي اطلقها الحكومة من 2019 إلى حد الآن وهي الحكومة الحالية، وحتى سيد رئيس النواب السابق الحالي، يعني أعتقد هذه الوعود يجب أن تكون بمصداقية، لأن بالنسبة للمواطن أو المتظاهر حاليا ينظر إلى الحكومة كأب، وأعتقد هنالك يعني نوع من المثلبة عندما يكون هنالك كذب أو تسويف. أنا لا أتهم بالكذب لكن أتهم بالتسويف، فهذا التسويف للأسف نوع من ذر الرماد في العيون في سبيل تهدئة الموقف أو نوع من التخدير أو المؤقت لدى تلك التظاهرات. بالنسبة للسيد الحلبوسي كرئيس مجلس البرلمان سابق وحالي، أنا أعتقد أن عندما يوعد، وأنا هذا المشهد طبعا أتذكره، يعني عندما وعد المتظاهرين والمحتجين في لقاء خاص وهناك طلبات، ومن ضمن هذه الطلبات هو تطوع لوزارة الدفاع بمختلف الصنوف، فعن طوعت وقطع نفس عهد، فإذا ما تصير أنا أنزع سترتي وأنزل للشارع. واليوم يعني السنة الثالثة ولم ينفذ أي شيء من الوعود بالنسبة للعسكريين وحتى بالنسبة للمدنيين. يعني لاحظت السنوات الأخيرة تظاهرات يومية، نعم أغلب هذه التظاهرات هي تظاهرات مطلبية، أما لطلبة خريجين جامعات أو دراسات عليا أو حملت ألقاب علمية، وكذلك المتطوعين إن كانوا على مقاتلين أو كانوا طلاب في الكليات العسكرية. بالتالي يعزو هذا الأمر هنالك عدم وجود تخصيص مالي أو عدم وجود درجات وظيفية شاغرة،
أنا بالتالي هنا ينقسم التخطيط والتخطيط الاستراتيجي. للأسف أنا ما عندما أطلق هذه الوعود يجب أكون صادق، وأنا قائد وأنا رئيس تنفيذي والبرلمان يعني هو السلطة التشريعية العليا في البلد ورئيس البرلمان أعتقد أهم من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، هي يعني مسؤول عن التشريعات ومسؤول عن تطبيق تنفيذ الموازنة ومسؤول عن كل شيء. بالتالي يجب أن يكون هنالك مصداقية، لكن عندما أطلق هذا الوعود جزافا هذا لا يجوز. يجب هنالك تخطيط وهو عن طريق الموازنة. الموازنة لم تطلق 2022، 2021 كانت موازنة موجودة للأسف، وكان هنالك إرباك في صرف سعر الدولار وال يعني خفض قيمة الدينار العراقي، وبالتالي هذه الشريحة المهمة أهملت تماما. أيضا لم يكن هنالك إيفاء بالوعود في موازنة 21 ورغم قطع الوعود من المسؤولين. أستاذي الفاضل يعني إحنا يعني هاي الوعود عندما تكذب، أنا لا أريد أكون قاسي لكن هذه صراحة، عندما يكذب الأب على ابنه عدة مرات تقل الثقة. وبالتالي الحكومة العراقية برئيس وزرائها مهما أي حكومة كانت، برئيس برلمان، بالمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين بالصف الأول، عندما يكذبون أكثر من مرة يعني نوع من الإحراج، وبالتالي تقل يعني الثقة، مو تقل تنعدم الثقة حاليا. بل الثقة من عدامها، خلينا أنتقل إلى ضيفي الكريم الأستاذ علي الشريفي الباحث في الشأن العسكري. حياك الله أستاذ علي مرة أخرى. يعني تفضل ضيفي الكريم السيد عقيل الطائي بشرح لي هذه الحالة إذا كان صوتي واضح عند حضرتك. صوت مو واضح. أعلي لك صوتي؟ حاضر. يعني ماذا عن الذين ما زالوا ينتظرون أن تفي حكومة تصريف الأعمال بوعودها معهم للالتحاق بالخدمة العسكرية من المشمولين بالفئة العمرية بالتجنيد الإلزامي اللي يبدو سيعاد العمل به قريبا حسب ما تم تداوله؟ هل سيتم زجهم مع أقرانهم بالخدمة الإلزامية تحت قانون الخدمة الإلزامية، أم ستدرج أسماؤهم مع المتطوعين سابقا خارج قانون التجنيد الإلزامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر استضافتكم الكريمة. أخي العزيز، تحية لحضراتك ولجميع المشاهدين والأخ الضيف الكريم. هذا الملف من بين عشرات الملفات اللي عايشناها في حركة واثقون منذ سنوات عدة، لأننا معنيون بالاهتمام بهذه الشرائح التي تكون هي الأقرب إلى وزارتي الداخلية والدفاع. مثل ما تفضل الضيف الكريم الأخ عقيل الطائي، هناك ضعف بالتخطيط الاستراتيجي للحكومات المتعاقبة. من الإنصاف أيضا أن لا نحصر هذه المشكلة بحكومة تصريف الأعمال. نعم، حكومة تصريف الأعمال جاءت لتزيد الطين بلة ولم تضف شيئا جديدا على أداء الحكومات المتعاقبة. هؤلاء الشباب لا علاقة لهم بما يروج له الآن بالدعوة إلى التجنيد الإلزامي. هؤلاء جاءوا بناء على دعوة صريحة من وزارة الدفاع في الحكومة السابقة لقبول تطوعهم على ملاك وزارة الدفاع بصفة جندي، وجاء الشباب يحملون فايلاتهم وقاموا بالتقديم أصوليا عبر مديرية إدارة التطوع، وللأسف الشديد فوجئوا بعد إكمال قوائمهم وإكمال أسمائهم، ولم يبقى سوى مرحلة الفحص والتقييم والقبول، فوجئوا بكتاب وزارة المالية سيء الصيت الذي قطع الطريق أمام أحلامهم وأحلام غيرهم من الشرائح الأخرى من المفسوخة عقودهم، والذين لم يلتحقوا إسوة بأقرانهم أو ما يسمى بالملحق جيم. وهناك شريحة أخرى تسمى بشريحة الفاحصين، صار لها 3 سنوات أو 5 سنوات تعيش على أمل الالتحاق بوزارة الداخلية، وقضيتهم لا تختلف كثيرا عن قضية الإخوة متطوعي الدفاع لعام 2019، ويضاف عليهم هم آخر لكوني مختص بهذه الشرائح. هم شريحة الآن هي موجودة على أرض المعركة وموجودة على أرض الواقع وتمتلك من الأسلحة، وملاك أسلحتها وصل إلى الدبابة، ولكنها بلا رواتب لمدة 7 سنوات مضت، ألا وهم حشد الدفاع. أنا أتعامل مع هذه المظلوميات بسلة واحدة. طيب، إذا ما أضفنا عليهم الإخوة تعيينات ذوي الشهداء في وزارة الداخلية والدفاع
الذين تعينوا في آخر 2019 لما خرجوا تظاهرات في عام 2019 أستاذ علي، وبالتالي بكلام طيب وتعهدات من قبل شخصيات تمثل رأس السلطة في الدولة العراقية رجعوا إلى بيوتهم، لكنه ليش هسه رجعت تظاهراتهم في هذا الوقت؟ لأنه هذه الحكومة تعودت على الوعود الكاذبة وعلى أبر التخدير باللغة الدارجة. يعني نحن نلاحظ أن هذه الحكومة مع الأسف الشديد لم تكن تعاونها فقط لدولة الرئيس ولحكومته الكريمة تتعامل إعلاميا مع الأزمات. البرلمان السابق تعهد لهم مع هذه الأزمات، البرلمان السابق ورئيس البرلمان السابق تعهد لهم بأنهم مطالبهم راح تكون مجابة وعليه أنه رجعوا لبيوتهم، وراح نؤمن بقضية الفصل بين السلطات ولا نتعامل بالخلط بين السلطات. رئيس البرلمان السابق الذي هو ما زال باقي ويتمدد في البرلمان الحالي هو يعتمد على رؤية الحكومة، رؤية الحكومة بصورة عامة على لسان وزير ماليتها وعلى لسان رئيس حكومتها تقول بأن لدينا ثقل كبير من الموظفين ولدينا تجاوز ملحوظ بعددهم في ملاك الدولة العراقية وهكذا عدد لا تتحمله ميزانية الدولة، وبالتالي فهي فرضت على نفسها بعدم فتح باب التعيين. وهنا ملاحظة مهمة، يجب على الحكومة أن تفصل بين رؤيتها بالتعيين للوظائف المدنية وبين رؤيتها للتعيين بالوظائف العسكرية. الوظائف العسكرية تختلف جذريا عن الوظائف المدنية لأنها أشبه بالمحرقة، فيها استشهاد، فيها جرح، فيها مرض، فيها جهد بدني مسبق يختلف عن الوظائف المدنية. الحكومة الآن جاي تنظر بعين واحدة لكلا النوعين. قوانين الخدمة والتقاعد يجب أن يعاد النظر بها. يجب أن لا يتساوى سن التقاعد الإجباري والاختياري بين الموظف المدني والموظف العسكري. هناك خلل في إدارة الأزمة وتراكمات سوف تكسر ظهر الحكومة هذه. والحكومة التي ستتشكل مهما كانت قوة الحكومة القادمة لدينا من التراكمات الكثيرة التي لن تبقي ولن تدر لأي حكومة قادمة. خلينا ننتقل لأستاذ عقيل الطائي. أستاذ عقيل يعني ما شاء الله عمرك، يعني هو ليس عمر تقاعد وإن كنت عميدا متقاعد، وحد ما عرفت الشخصية بحضرتك كانت عندك كثير من إصابات جسدية وبالتالي مواقف بطولية أبديتها حضرتك وحماية المدنيين كان لك دور بها، بالتالي ما يتفضل به الأستاذ علي الشريفي من أنه يعني حسابات الحقل تختلف عن حسابات البيدر، الحسابات بالتعيينات العسكرية تختلف عن الحسابات بالتعيينات المدنية، كيف يكون هذا الاختلاف؟ طبعا بالمناسبة يعني أي ما يقوله الأستاذ علي والحرقة الذي يبيني أنه هو نتماس مع هذه الشريحة عن طريق المراجعات عن طريق التوسط يعني لدى الدائرات المعنية الدوائر المعنية بهذا الأمر. طبعا بالنسبة للقوات المسلحة العراق أنا مرة أشكر لهذا الإطراء علي، يعني أشكرك أستاذ أحمد. طبعا بالمناسبة يعني المؤسسة العسكرية تختلف اختلافا جذريا عن المؤسسات المدنية. المؤسسات المدنية مؤسسات عمل يعني واضح، عمل نمطي يبدأ وينتهي في ساعة ويكون قريب عن البيت. أما المؤسسات العسكرية فهي مؤسسات يعني العسكري عندما يتطوع هو ملك الدولة، هو ملك للدولة، لا يستطيع أن يتصرف، مقيد الحرية، وهذا تقييد الحرية. طبعا بالمناسبة يعني تقييد الحرية ليس يكون سهلا، لكن احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة يعني هنالك نوع من التجني على المقاتلين العراقيين. للأسف دائما المؤسسة العسكرية بحاجة إلى دماء جديدة، يعني أكو أعمار يعني من 18 إلى 25 سنة، هذه لياقتها البدنية تختلف، قوتها العضلية تختلف، وبالتالي نحن في حرب مع داعش، وهذه الحرب ليست حرب تقليدية وليست حرب فنية، هي حرب قتالية، حرب كالرفر، حرب اشتباكات مستمرة. وبالتالي يعني مع احترامي للمقاتلين القدامى يجب هنا أن يكون تخطيط لوزارة الدفاع. تشوف أكو آليات يجب أن تتبع في التعيينات العسكرية تختلف عن التعيينات المدنية، وشنو هاي الآليات؟ مدى الحاجة هو التخطيط الاستراتيجي مستقبلاً،
يعني أنا عندما أشكل الفرقة العسكرية من إلى ألوية إلى أفواج إلى سرايا إلى فصائل، يعني على هيكل التنظيمي، يعني هو ما نحتاجه من المقاتلين أنا أقصد الجنود يعني العسكريين وليس الضباط، لا يكون ترهل ولا يكون نقص، يجب أن تكون هنالك نوع من الاحتياط موجود. الاحتياط والحاجة أرجع لك بها بعد أن أذهب إلى السيد يحيى رسول المتحدث اسم القائد العام للقوات المسلحة، حياك الله سيادة الفريق. أتحدث عن مراحل متقدمة يعني لمستموها جنابكم، يمكن من خلال التعاطي مع المحتجين الذين خرجوا اليوم لمطالبة بتلبية يعني طلباتهم بالالتحاق في صفوف الجيش العراقي. بداية مساء الخير عليك وعلى مشاهديكم الكرام وعلى ضيفك. أكيد يعني اليوم كان عندنا لقاء مع شبابنا العراقي اللي قدموا على التطوع عام 2019. للتوضيح أنهم قدموا على التطوع فقط يعني عن طريق الرابط الإلكتروني عندما تنفتح الدعوة اللي استمرت بحدود 15 يوم، وبعد ذلك تم غلق الدعوة لعدم توفر التخصيصات المالية. والأهم في هذا كله أنه الشباب يعني لم يستدعوا ولم يتم فحصهم ولم يتم مقابلتهم. نعم. كان بنيتنا لتعيين شباب. نعم. لكن كانت التخصيصات المالية حقيقة لم تتوفر، ومنذ فترة طويلة منذ عام 2019 وقبل عام 2019 ولحد هذه اللحظة ما قاعد تتوفر عندنا تخصيصات مالية قليلة حقيقة بشكل رئيل جدا. وهذا ما جرى أنه لا توجد تخصيصات مالية، لهذا لا نستطيع تعيين الشباب. طيب يعني في 2019 كانت قضية تخصيصات مالية، ولكن أيضا تم اعتماد وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، بالتالي أنه هذه الدرجات الوظيفية مسألة التعيينات على ملاك وزارة الدفاع ذهبت إلى مجلس الخدمة، وهل هنالك تنسيق بين الوزارة ومجلس الخدمة كما يحصل بين وزارة الصحة، يعني المجموعة الطبية والاختصاصات الطبية يتم تعيينهم أولا بأول لوجود احتياج، ماذا عن احتياج وزارة الدفاع؟ يا سيدي الكريم، احنا نحتاج الى مقاتلين شباب تتراوح اعمارهم من 18 سنه الى 25 سنه، هذا احتياج فعلي. خليكون دقيق وياك، احنا الان الجيش مالتنا ثلثين جرحى ومصابين والثلث الاخر كبر سن الأربعين، وفقط احنا بنعمل بثلث ومن الاعمار، لكن لا توجد اي تخصيصات ماليه في موضوع التعيينات بصفه جندي على ملاك وزاره الدفاع. نعم. اثنين، احنا مجلس الخدمه الاتحادي مختص بالتعيينات المدنيه. تمام. واقولها بكل صراحه وهذا على يعني كلام دقيق، احنا ما محتاجين اي تعيين بصفه مدنيه على ملاك وزاره الدفاع. اثنين، احنا قبل فتره تم تحويل حمله الشهادات البكالوريوس. نعم. بحدود 3800 عسكري الى مدني. الى مدني في الدفاع والداخليه كان هذا الامر. نعم. نعم، احنا في الدفاع بدنا نتكلم، يعني بالدفاع 3800. نعم. ما يعادل 2 لواء من الجيش، وهذا غير صحيح. طيب، هل هنالك احصائيه سياده اللواء عن هذه الاعداد الكبيره اللي من الممكن استيعابها في وزاره الدفاع؟ اكو ارقام لحاجه الوزاره؟ سيد الكريم، احنا انا قلت احنا بحاجه الى شباب. نعم. اليوم يجيني شاب عمره 18 سنه يتطوع على ملاك وزاره الدفاع. حضرتك بينت الفئات العمريه، ولكن الاعداد، يعني هل هنالك اعداد تم تحديد الحاجه اليها؟ يعني احنا محتاجين، هذا ما تقرر حسب التخطيط اللي عندنا ومده النهج الدفاع والمتطلبات اللي تحتاجها وزاره الدفاع، لكن كعدد يعني ما امتلك يعني حقيقه العدد الدقيق اللي نحتاجه، لكن انا من اقول لك انه احنا الان عندنا ثلثين هم بين جرحى ومصابين وكبار بالسن واعمار تجاوزت ال 40 سنه. نعم. يعني احنا بحاجه فعليه الى شباب. بالعكس، احنا نريد تخصيصات ماليه الغايه من انه نفتح باب التطوع. وبالنسبه للشباب اللي اليوم انا التقيت وياهم، هذول الابطال اللي حقيقه صار لهم فتره يظهرون ويجون او عندهم رغبه بخدمه العراق وخدمه وطنهم، هذا شيء مفرح.
بالعكس احنا وياهم ونتمنى ان نسببهم ضمن المؤسسه العسكريه. وحقيقه انا اليوم تكلمت وياهم وقلت لهم بالحرف الواحد، في حال ان فتحت او فتح باب التطوع وتم تخصيص التخصيصات الماليه، نعم، ساسعى جاهدا في اول مجموعه لهؤلاء الشباب اللي حقيقه صار لهم فتره يراجعون ويظاهرون، وهذا دليل على حبهم للوطن واندفاعهم باتجاه المؤسسه العسكريه العراقيه. مسعى طيب، اشكرك شكرا جزيلا سيدي يحيى رسول، المتحدث باسم القائد عام القوات المسلحه، حدثتنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لهذه الايضاحات. وانتقل مباشره الى السيد عز الدين سليم ممثل عن متطوعي وزاره الدفاع، ينضم معي في الاستوديو، حياك الله اخي عز الدين. ما هي الاجوبه اللي دائما تتلقوها من الجهات المعنيه خلال اعتصاماتكم امام بوابات المنطقه الخضراء؟ حبيبي استاذ حياك الله واشكرك على حسن الاستضافه. يعني احنا بالبدايه تظاهراتنا واعتصامنا على مدار 3 سنوات، كل سنه اللي هي التخصيص المالي. فاليوم الحمد لله والشكر اللواي يحيى رسول انه احنا رافعين اصلا قوائم باسماء المتظاهرين. الحمد لله والشكر اليوم اللواي يحيى رسول انه اكو موافقات لحين اقرار الموازنه لهاي الشباب. فاللي صار اليوم يعني شيء مفرح للمؤسسه العسكريه، للشباب اللي طلعت صار 3 سنوات بين اعتصام بين تظاهره ايضا كانت مقابلها اجراءات. يعني السيد الحلبوسي دعاكم في لقاء وكان هنالك تفاهم، نتيجه هذا التفاهم انه فضيت اعتصامكم رجعت لبيوتكم. احنا ما التقينا بالسيد الحلبوسي يعني المعلومه ولا يعني طرقنا قضيتنا يمه، ان الرجل وصل ما نزل ولا شاف مطالبنا. قلت لك يعني فقط اللواي يحيى رسول وزير الدفاع وبعض النواب اللي فتحوا ابوابنا ابوابهم إلنا وقابلناهم، اما غير ماكو لا الحلبوسي ولا السيد مصطفى الكاظمي. طيب اعود لحضرتك استاذ علي الشريفي، يعني لما نتحدث عن هذه الاعداد ووزاره الدفاع لحد الان لم تكن لديها احصائيه بالحاجه المتوفره حددت الفئات العمريه، ولكن يبدو أنه الإحصائيات لم تتوفر لهذه اللحظة لاستيعاب العدد المطلوب. شلون راح نتحدث عن استيعابهم داخل المؤسسة العسكرية؟ أولا أنا ذكرت في المقطع الأول أن هناك غياب للرؤية الاستراتيجية في كل الدولة العراقية، ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأخ السيد اللواء يحيى رسول أكد على أنه إحنا بمعزل عن باقي الوظائف والمهن الموجودة في مجلس الخدمة مثل ما أشرت له حضرتك. يجب التعامل مع وزارة الدفاع وزارة الداخلية بأنها ذو حاجة دائمة ومستدامة للأعداد من المقاتلين، لأن هذه الوزارات تختلف عن باقي الوزارات من حيث الاستشهاد، من حيث الجرحى، من حيث أداء الواجبات. عدم وجود إحصائية هذا لا ينفي الحاجة الفعلية. المهم ضيوفك الكرام الكل أجمع على أنه توجد حاجة فعلية لوزارة الداخلية والدفاع لفتح باب التطوع والاستيعاب الأعداد المسجلة سما عدا الأعداد الجديدة اللي ترغب أنه تسجل على وزارة الدفاع. هذه الأعداد اللي طلعت اليوم تظاهر والفاحصين اللي بالداخلية هاي أعداد مسجلة سابقا منذ عام 2014. تتوقع أستاذ علي راح يكون معالجة هذا الموضوع من خلال هذه التظاهرات؟ بلغ سن الرشد الآن، بلغ سن الرشد القانوني وهم يرغب بخدمة بلده. هاي تراكمات لم تجد لها معالجات لحد الآن بسبب سوء الإدارة الموازنة لهذا العام. توجد هذه المعالجات إذا ماكو موازنة عندنا القانون الأمن الغذائي الطارئ. صح إخوة، الأخوة المتظاهرين اللي وعدوهم ترى ماكو وعود راح تتنفذ، خذوها مني، ماكو أي حلول غير قانون الأمن قانون الدعم الطارئ. ماكو موازنة في هذه السنة، ولا نتكهن بوجود موازنة. طيب. في عام 2023 يجب إيجاد حلول واستثناء وزارة الدفاع والداخلية من كل التعليمات والشروط. وزير الدفاع شخصيا ذكر قبل أيام بأن ثلثي الجيش هم عبارة عن جرحى ومرضى. أكد هذه المعلومة اللواء يحيى رسول الآن، الذين في صفوف الجيش يعني بنسبة فاعليهم ثلث فقط، يعني بيش نحاول يجب ان نتخذ اجراءات استثنائيه بعيدا عن الروتين الحكومي. طيب استاذ عقيل خلينا اسمع راي الضبابيه اللي جاي يسويها الحكومه.
يجب أن ننعزل بهؤلاء. نعم بالتأكيد. تفضل سيد عقيل. طبعا يعني السيد اللواء يا رسول عندما ذكر وزير الدفاع بين ثلثي المقاتلين حاليا أما جريح وأما يعني في إعاقة، وبالتالي المؤسسة العسكرية أعمار كبيرة. وأنا سبق ونسبت هنالك أعمار كبيرة لا تقوى على الاشتباكات، لا تقوى على التحمل، ونحن حاليا ليس في يعني حرب تقليدية. احنا من الجيش وهذه التحديات الكبيرة وقت التعزيز، بالتالي لذلك نلاحظ هنالك عندنا مساحات فارغة موجودة، يعني لا توجد هناك قوات مسلحة لمسك هذه المساحات الفارغة، يعني هنالك نقص كبير في الأعداد بالنسبة للمقاتلين. بالتالي هذه الأعداد من يحددها؟ هنالك قيادات عسكرية ورئاسة أركان الجيش بالاتصال مع مدراء الصنوف، مدراء الصنوف مع قادة الفرق، وبالتالي يكون هنالك نوع من المؤتمر، نوع من الاحتياجات الموجودة فعليا للموارد البشرية. إذا صار احتياج هذول المساكين صاروا 3 سنوات يتظاهرون، راح يصير الاحتياج من عندهم لو ايضا راح تدخل. احنا خلينا نكون صريحين، يعني احنا المحسوبيه والمنسوبيه موجوده، طيب يعني مساله جدا طبيعيه ولا نستغرب ما يحدث حاليا. طيب في حال مشكلتكم اسمح لي. نعم. ولكن هؤلاء المتضارع، يعني السيد رسول يعني قال ما في جعبته حسب صلاحياته، يعني رجل حسب صلاحيته، وحتى وزير الدفاع. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في الموازنة العراقية المتأخرة. الموازنة حاليا الجيش العراقي محتاج إلى موارد بشرية وموارد لوجستية وتسليح. نعم. يعني للأسف حاليا نعمل. بس اليوم رئيس الوزراء جرب مسدس بابل، هسه بعد تسليح عندنا هيئة التصنيع الحربي وصاروا يصنعون مسدسات. هذه احنا مسدس بابل بالنسبة للتصنيع الحربي هذا إنتاج صفري، نعم على الرأس والعين، لكن العراقيين عندنا مهندسين صنعوا أكثر من سلاح متوسط وسلاح ثقيل موجود عندنا، لكن للأسف يعني الضغوط السياسية تدخلت في المؤسسة العسكرية وبعدت كل شيء. شنو الخطوات اللي تتوقعوها راح تسووها أخي عز الدين بالتالي لما كانت هنالك استجابة أو لم تكن استجابة؟ شنو خطواتكم؟ ياك الله أستاذ العزيز. طبعا خطواتنا يعني احنا راح نمهل الحكومه 2 أو 3 شهور في حال ماكو استجابه لهاي العالم. واليوم تكلمت مع اللواء الرسول بهذا الموضوع وكذلك مديريه اداره التطوع، اذا ماكو استجابه راح تكون اكو مبادره من الشباب قويه وباعداد اكثر، لان ما من المعقول اليوم شاب صار له 3 سنوات يتظاهر على موت جندي. كل دول العالم تشوف انت الدولة هي تريد جنود والشباب من يردون. يفرق الحكم التطوع عن الخدمة الإلزامية إذا ما صار موضوع الخدمة الإلزامية؟ الخدمة الإلزامية ما تنخر بالعراق، لأن يحتاج لها تشريع ويحتاج لها تصويت، وتعرف أنت بنى تحتية بالعراق ماكو من مراكز مديريات، فيحتاج أموال طائلة كذلك. الآن سخرينا مشكلتكم، يعني خدمة إلزامية 1.5 أو 2 سنين يعني تكون أنت مكلف وبعدين تسرح من الخدمة العسكرية، هذا يفيدكم لو هم متطوعين تكونون؟ احنا ما عالجنا شيء استاذ. المكلف خدمته 2 أو 3 سنين مثل ما تفضلت وتخلص، وراها شنو؟ وراها راح يرجع للبطالة وراح تزيد عندنا البطالة اكثر واكثر. اليوم انت عدت درجات الحذف والاستعداد ما يقارب 15,000 اطلقها على الشباب، عندك شهداء، عندك جرحى بالجيش، عندك درجات فائضة، يعني ما بيها جنب مالية. راح نظل إعلاميا نتابع موضوعكم إن شاء الله بوجود المتخصصين والمسؤولين، وأشكرك شكرا جزيلا عز الدين سليم ممثل عام متطوع وزارة الدفاع، وشكر كثير للسيد علي الشريفي الباحث في الشأن العسكري انضمت معي عبر سكايب، وشكري الموصول لحضرتك رسالة عقيل الطائي الخبير الأمني. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، ونتواصل بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. الحمى النزفية تدق ناقوس الخطر بين المواطنين في محافظات مختلفة من العراق بعد ارتفاع مؤشر نسب الإصابة بهذا الفيروس في الآونة الأخيرة.
مجددا حياكم الله. بعد أن سجلت ارتفاع غير مسبوق بنسب الإصابة فإنها أصبحت تشعر المواطنين بخطر تفاقمها. هاي الحمى النزفية اللي صارت اليوم محط قلق كبير خصوصا في الآونة الأخيرة، بحيث أفراد المجتمع بعد ارتفاع مؤشر الإصابة بهذا الفيروس لاحظوا اختلاف كبير في بين المحافظات، واختلاف بهذه النسب، أعداد كبيرة، مؤشر خطر حسبي المواطن. ترى ما هي الإجراءات اللي اتخذتها الجهات المعنية في هذا الموضوع؟ قبل أن نفتح هذا الموضوع مع ضيوف الكرام نتابع تقرير الزميل نهاش الشمري. وباء جديد يدق نواقص الخطر في البلاد، والمحاذير تتعالى من تفشيه كمثيله كورونا. فبغداد والمحافظات العراقية يدخلها ضيف الحمى النزفية إذ اجتاحت أغلب المناطق فيها، ليرتفع عدد الإصابات إلى 189 حالة، من بينها 32 وفاة حسب تصريح المتحدث باسم وزارة الصحة، فيما ازدادت مخاوف المواطنين من انتشار هذا الوباء، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لانحساره. فمراقبة المواشي بتكثيف الجهود من قبل الطبيب البيطري لمتابعة حالاتها، ومحاسبة المجازر العشوائية تقلل من خطر الانتشار، وبالتالي المواطن تقع على عاتقه مسؤولية الابتعاد عن الملامسة المباشرة للحيوانات والاهتمام بنظافة اللحوم المتناولة. فتزايد حالات الإصابة بهذا المرض يجعل وزارة الصحة على أهبة الاستعداد لمعالجة الموقف بالقدرة الممكنة، رغم عدم توفر العلاج إلى هذه اللحظة، لكن الدور الرقابي له الأثر الكبير بالمحافظة على أرواح المواطنين وتهيئة المستشفيات لاستقبال المصابين وإنقاذهم من خطر الموت قبل تفاقم الحالة حسب متطلبات المعالجة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور عمار حسين عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة. حياك الله دكتور عمار. يعني صار فترة ما شايف فيك، يعني هذا مؤشر أنه صحة وتعافي، ولكن أريد نقارن اليوم الحمى النزفية بعد انخفاض معدل الإصابات بكورونا، نقدر نقارن أكو علاقة ارتباطية بين كورونا والحمى النزفية من عدد الإصابات أو مؤشر الخطورة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء شكرا جزيلا لحضرتك، وأنا فرحان جدا أن أكون معكم في هذه القناة الكريمة، وتحية لمشاهديكم الكرام. حياكم. موضوع الحمى النزفية ليس موضوع جديد على العراق. العراق يعني إحنا أول حالة دخلت العراق أو ظهرت العراق 1979 بالنسبة للحمى النزفية، وعلى مدى هذه الفترة كلها ظهرت بين فترة أخرى ظهرت إصابات الحمى النزفية. هذه السنة يمكن شدة إصابات كانت شوية أعلى من الحمى النزفية، وصلنا تقريبا إلى ما يقارب 189 إصابة خلال الفترة اللي فاتت، فترة منصرمة ومع وجود حالات وفيات. موضوع الاختلاف طبعا ما بين الحمى النزفية وبين كورونا. كورونا كجائحة، كجائحة عالمية، مرض انتقالي، هما اثنين مرض انتقالي، مرض فيروسي، ولكن اختلاف في نوع الفيروس واختلاف في طريقة الانتقال. حمى الكورونا هي مرض تنفسي ينتقل عن طريق التنفس، ذا كان هناك صعوبة في مواجهة هذا المرض، لأن مرض تنفسي على يكون أصعب بالمواجهة، وبالتالي يكون ممكن يصير منها على شكل جائحة مثل ما صارت هسه في الوقت اللي فاتت من كورونا. أما الحمى النزفية فهو فيروس ومنشأ حيواني، إحنا نسميه، هو أصلا ما يصيب الحيوانات ولا يصيب البشر، ولكن ينتقل البشر عن طريق التلامس مع الحيوان المصاب، او عن طريق نقول بطريقه مباشره او غير مباشره، عن طريق التلامس مع الحيوانات او عن طريق وجود نواقل مثل ما قلنا هي القراد، وبعض النواقل مثل الفيروس مثل البعوض، وكذلك يعني الفئران او الجدان. طيب دكتور اسمح لي ان ارحب بالضيف الكريم عبر الهاتف الدكتور سيف البدر الناطق الرسمي باسم وزاره الصحه. حياك الله دكتور سيف. يا ريت حدثنا عن جغرافيا انتشار الحمى النزفيه في اي المحافظات، وليش صارت النسب ارتفعت في تلك المحافظات؟ شكرا جزيلا حضرتك والمشاهدين وضيفك الكريم. اخر احصائيه رسميه من مركز السيطره على الامراض الانتقاليه بعد اخر تحديث هو تسجيل 195 نعم وياك دكتور تفضل. نعم 195 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منذ بداية العام، ومنها
33 حالة وفاة. توزيعها هي في ذيقار الحصة الأكبر من الإصابات والوفيات مع الأسف، 77 إصابة في ذيقار، بعدها نيسان ب 25 إصابة، ثم واسط 22 إصابة، ثم بابل، المثنى، الديوانية، بغداد، الكرخ، كربلاء، الرصافة، البصرة، أربيل، كركوك، نينوى، النجف، الأنبار، وديالة، ودهوك، كل محافظة إصابة واحدة. طيب ماذا عن السليمانية دكتور سيف؟ يعني كثير من المصادر الإعلامية ركزت على محافظة السليمانية. السليمانية من ناحية الكوليرا، أنا أتكلم عن الحمى النسفية الآن. أنا أتكلم عن الحمى النسفية. الوفيات أكثر شيء عندنا في ذيقار أيضا 18 حالة، بعدها نيسان حالتين، ثم واسط وبابل أيضا حالتين، وفي المثنى 4 حالات، وفي الكرخ حالتين، وفي الرصافة وأربيل وكركوك كل محافظة حالة وفاة، المجموع 33. أيضا لابد أن نذكر أن أكثر من نصف الإصابات المشخصة المؤكدة بالحمى النسفية تماثلوا للشفاء التام، يعني هذا معناته أنه إذا شخصنا المرض في مرحلة مبكرة قبل الوصول إلى مرحلة المضاعفات فاحتمالية الشفاء عالية جدا. طيب بالنسبة للحملة الإعلامية أو إدارة الأزمة الإعلامية، كان لكم دور مشهود في جائحة كورونا، الفريق الطبي، الجهات الساندة، بالتالي هذه المرحلة سواء بالكوليرا أو الحمى النسفية أيضا بحاجة إلى تضافر هذه الجهود المؤسساتية برأيك؟ أكيد، إحنا ما توقفنا أبدا عن أسرار رسالة تفتيح التوعية الصحية المختلفة، كل الأساليب الممكنة، يعني فيديوهات قصيرة، أنيميشن، سبتايتلات، تصريحات رسمية، أيضا موضوع بوسترات، يعني تصاميم، رسائل إذاعية صوتية، كل طريقة أوصلنا إلى وسائل الإعلام اللي نعم دكتور. طيب بينما ترجع لنا جودة الاتصال أنتقل لحضرتك دكتور عمار، يعني كيف يتم التعامل مع المصابين بالحمى النسفية؟ شو الخطوات اللي لازم اتخاذها من قبل المصابين بهذا الفيروس؟ نعم، هو طبعا مراحل المتابعة المصابين حقيقة أول شيء هي الإصابات في الحمى النسفية تكون في البداية مثل إصابة أي فيروس، ممكن تكون علامات، هي علامات عامة احنا نسميها علامات عامة، تكون هناك حمى، تعب عام، إجهاد، وجع بالعضلات، وجع بالمفاصل، يصاحبه يعني تقيؤ، تهيج بالأمعاء، والهل اللي هي عادة تكون يعني تكون إصابة. العلامات الأولية علامات عامة مشابهة كثير من علامات الالتهابات الفيروسية، ولكن بعد لكن احنا اللي نعتمد عليه عادة هو التاريخ المرضي للمريض، يعني شنو، هل المريض هو يتعامل مع الحيوانات، هل المريض عنده تعامل مع مصاب قبل، هل المريض جاء من منطقة ريفية تتعامل مع الحيوانات، هل هو يعمل في مجال القصابة أو شيء يعني عنده تعامل مباشر، هل الأشخاص يكون الشك بهم يكون عالي خاصة في مثل هذه الظروف. طبعا إذا كان المريض طبعا تعالج في المراحل الأولية مثل ما قال الدكتور سيف، انه دائما نسبه الشفاء تكون عاليه، ليش؟ لان ما واصل مراحل الخطوره. احنا مشكلتنا وش وقت تصير الفيروس الحمى النسفيه يضرب يدمر الغشاء او جدران الاوعيه الدمويه الشعريه، وبالتالي لما يدمر بعد ما يحطمها يصير هناك نزيف داخلي وخارجي، هذا النزيف مع صعوبه التجلطات تصير هنا راح يصير به فشل، عنده فشل في كثير من انظمه الجهاز التنفسي، الجهاز يعني معظم الاجهزه، وبالتالي يؤدي الى غيبوبه وممكن يؤدي الى وفاه. دكتور يعني لما كان هذا المرض من سبعينات القرن الماضي دخل للعراق، بالتالي مؤسساتنا الصحيه مستعده لمعالجه هذه الحالات؟ يعني واحده من التحديات الكبيره في كورونا لم يكن هنالك لقاح، وجد اللقاح صعوبه وصول العراق، يعني تضافر الجهود، و يعني كان واضح جهد الصحة في توفير اللقاح لغاية هذه اللحظة. اليوم عندنا استعدادات لمواجهة الحمى النسفية؟ طبعا بالنسبة لمواجهة الحمى النسفية، هو مواجهة الحمى النسفية أول شيء هو موضوع مشترك، أكو شيء يخص المؤسسات الصحية، أكو شيء يخص المؤسسات الداعمة والساندة، المؤسسات الثانية مؤسسات وزارة الصلاة، وزارة الزراعة، الخدمات البيطرية، لأن هذا جزء يخصهم، لأن قلنا هو الفيروس أصلا ذو منشأ حيواني، يصيب الحيوانات وينتقل إلى البشر. إحنا فيما يخص موضوع الصحة صحة الإنسان وموضوع المصابين، إحنا عادة المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع هذه الإصابات من ناحية عملية
عملية إعطاء العلاج، عملية تشخيص المرض، كل هاي موجودة. ولكن مثل ما قلت لحضرتك لما يكون هناك، ليش هي نسبة نسبة الوفاة لدى المصابين تتراوح ما قلنا ما بين 10 إلى 40%، تعتمد على سرعة وصول المريض إلى المؤسسة الصحية. يعني المريض المصاب إذا كان هو في شك في شك من المصابة مالته واتجه بأسرع وقت ممكن إلى المؤسسة الصحية وتم التعامل مع المريض بصورة مبكرة، لا تكون نسبة الشفاء جدا عالية. أما الحالات اللي دائما هي الحالات اللي صارت عدم الوفاة هم الحالات اللي تتأخر بالوصول إلى المؤسسة الصحية، يعني يوصل بعد ما صار في مراحل متقدمة لما يدخل في مراحل الفشل مثل ما قلنا فشل الأعضاء الداخلية وممكن نزيف حاد وممكن يؤدي إلى غيبوبة. هاي الحالات اللي هي تصير هناك عملية العلاج تكون عملية طيب. تكون صعبة. العادات الغذائية أيضا نتحدث عنها دكتور، يعني هسه حتى لو أخذناها من ناحية اقتصادية أو سوقية، لربما اللحوم البيضاء الأسماك ارتفع أسعارها 100% بينما لم يكن هنالك إقبال على اللحوم الحمراء أو غيرها. هل هنالك من نصائح معينة توجهها وزارة الصحة، وإن كان هذا مثل ما تفضلت حضرتك اختصاص البيطرة وغيرها، ولكن وزارة الصحة كمعنية بصحة الإنسان؟ نعم، هو حقيقة ضمن الإرشادات التوعية الصحية اللي تم نشرها عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الفرق الجوالة، عن طريق المراكز الصحية، كل هناك إرشادات دائما توصل للمواطنين، وخاصة المناطق اللي تكون بها يعني وفرة الحيوانات تكون عالية، وبالتالي نتوقع أن تكون هذه المناطق تكون بها بؤر لهذا الموضوع وهو موضوع اللحوم النسفية. طبعا هناك رسالة صحية واضحة، التعامل بحرص مع مع الحيوانات خاصة في موضوع القصابة، كيف التعامل مع الحيوانات، كيف لبس الكفوف حتى لبس النظارات، التعامل مع الحيوان، لبس السدائر، منع التواصل مع الدم، كذلك الفحص ضرورة. يعني دائما ننصح المواطنين بضرورة أخذ اللحوم المصادر الموثوقة، مصدر موثوق يعني قصدي مناطق اللي تأخذ لحومها من مناطق يعني موثوقة، المناطق الجزارة اللي تم فحص بها الحيوانات، هذا من ناحية مصادر اللحوم. أما النقطة الثانية فيما يخص التعامل مع اللحوم، فالتعامل مع اللحوم بشكل عام هو اللحم إذا أخذناه وتم يعني استخدامه مع المياه بدرجة الغليان لمدة ربع ساعة ثلث ساعة قادر على قتل الفيروس، وبالتالي احنا نقدر احنا نتعامل معه ماكو اي مشكله. المشكله وين المشكله؟ المشكله هو التماس المباشر مع اللحوم. يعني حتى احنا ربة البيت فقلنا لما يجي اللحم يعني عند ربة البيت دائما ننصح ربة البيت استخدام يعني الكفوف، يفضل لبس الكف مع استخدام تقطيع اللحوم. كل هاي ارشادات ضروريه جدا في هذا الوقت، مثل ما كان هناك ارشادات تم استخدامها مع فيروس كورونا لان كان تعامل مع فيروس تنفسي، هذا فيروس ينتقل عن طريق الدم وتماس مع اللحوم، لذلك التعامل مع هذه اللحوم يكون بحرص في هذه الفترة. لو سمحت أن هون أيضا نفتح في الدقائق الأخيرة موضوع الكوليرا وإصابة بعض المحافظات به. نعم. خصوصا أنه إحنا مقبلين على عطلة صيفية، طلاب يخلصون امتحانات، وبالتالي أنه بعض المحافظات خصوصا السليمانية راح تشهد أنه زخم كبير من مناطق بغداد وغيرها من المحافظات. التوصيات هي دائما التوصيات العامه، موضوع الكوليرا الموضوع ينتقل عن طريق المواد الغذائيه والمشروبات والمياه ومياه الشرب، لذلك يعني الشخص المفروض من يعني يذهب الى مناطق خاصه في هذه الفتره لما اكو ظهرت بعض الحالات، ومثل ما تم الاعلان عنها خلال ايام فاتت مع وجود حالات اصابه كوليرا، طبعا هناك يعني اخذ المياه الصحيحه يعني المياه المعقمه، استخدام المياه المعقمه، الابتعاد عن استخدام المياه غير المعقمه، المطاعم غير الصحيحه، ابتعاد عن مأكولات ومشروبات المناطق المكشوفه، المناطق ما تعرف مصدر المأكولات الغذائيه، كلها جدا مهمه من اجل الحفاظ على ارواح المواطنين. احنا ايضا اشركنا متابعي موقع قناه الايام الفضائيه موضوعنا لهذه الحلقه وسالناهم هل تعتقد ان ارتفاع نسب الإصابة بالحمى النسفية خلال الأيام المقبلة إذا لم تكن هنالك السبل الكفيلة لمعالجة هذا الوباء قريبا؟ 76% قالوا نعم راح ترتفع النسب، و22 قالوا كلا، و2% تحفظوا على الإجابة. الدكتور عمار حسين عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لهذه الإقراءات المعرفية، وشكري واعتذاري للدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة انضم معنا عبر الهاتف. شكرا لكم مشاهدينا الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.